السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام الألفالية. النهاردة يتم الإجابة على الأسئلة في فيديو الإجابة رقم 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك، الله يبارك فيك أخ محمود. الأخ حسان، العشر بتاع الماعز كام شهر؟ 5 شهور يا أخ حسان. الماعز والغنم 6 شهور. الماعز والغنم 5 شهور، الاثنين زي بعض. ممكن تزيد 5 ايام 10 ايام كحد اقصى، ما تزيدش عن كده. لو سمحت يا باشمهندس، خرفان التسمين تاكل برسيم اخضر ولا لازم يكون دريس؟ مفيش مشكلة، عادي في الشتاء بيتأكل اخضر وفي الصيف بيتأكل دريس، مفيش اي مشكلة. لو سمحت هندسة، عندي سؤال. هل على فيديو دراسة الجدوى لعشرين برقي، ممكن حضرتك تعرفنا نسبة تغيير نسبة الربح في حالة زراعة الحجازي والذرة؟ والله انت هنا بتدخل مشروعين في مشروع واحد، يعني مشروع زراعي مع مشروع انتاج حيواني، فده ليه مكسبه وده ليه مكسبه. اكيد طبعا انت لو زرعت الحجازي هتجيبه ارخص من لو اشتريته، ولو زرعت الذرة اكيد طبعا هتجيبها ارخص من لو اشتريتها. بس طبعا حتى هي الزراعة بتكلف، مش ببلاش، يعني مفيش زراعة ببلاش. انت هتوفر المكسب اللي انت موفره هو مكسب الزراعة، فانت طبعا اكيد لما تدمج هيكون في مكسب احسن. اكيد طبعا زراعي حيواني احسن طبعا من مشروع انتاج حيواني فقط، لكن انا للأسف معرفش يعني هيكلفك قد ايه، مليش في الزراعة عشان اقول لك الأرباح هتتغير إزاي. لو سمحت، أفضل خلطة لصغار الأغنام والماعز بعد الفطام؟ الصغار بس فقط لا غير، لو عمر شهر وبيبدأ ياكل يدور ذرة متشوش أو قمح متشوش أو شعير متشوش، يكون متشوش ناعم زي السكر كده، يعني مش تراب مش دقيق، لا زي السكر متشوش ناعم. مع الصويا والردة، مع كزب الصويا اللي هو 44% بروتين، ومع الردة اللي هي النخالة. الله يسعدك، الله يبارك فيك يا أخ الزروج. علاج الالتهاب الرئوي الحاد، استخدمت تيلوزين ومضاد حيوي أبو ثور وصار عندي نفوق 3 حالات. يا أخ الزروج، من اسمك كده شكلك من ليبيا. للأسف أنا يعني كنت الفترة اللي كنت فيها في ليبيا ما استخدمتش اي ادويه نهائي، بيطري ما كنتش نعرف له طريق اصلا يعني، وكده كده يعني ما كنتش انا اللي بربي، كان والدي الله يرحمه هو اللي بربي، بس انا اروح اكل اروح شرب، ما كناش بنستخدم اي ادويه نهائي. ولكن المسميات يعني ماشي، التيلوزين معروف عندي، لكن في اسامي تانية ابطور ما اعرفش عباره عن ايه الماده الفعاله. ده الاسم التجاري، ده الاسم التجاري، زي الدفلام عندنا هو عبارة عن الديكلوفين. في مسميات اسم تجاري، انا عاوز اسم المادة الفعالة. بس على العموم انا هنقول لك اسامي مادة فعالة، اسامي ادوية ممتازة في الالتهاب الرئوي. هو غالي اغلاهم، انا اقول لك على اغلاهم، حاجة اسمها دراكسين، حاجة اسمها دراكسين، هكتبها لك هنا اهو. في دراكسين، الدراكسين ده يعتبر من اعلى المضادات الحيويه يعني في الالتهاب الرئوي، بس سعره غالي عندنا، السنتي الواحد حوالي 35 جنيه. في طبعا ده لو الحاله متقدمه خالص، اما لو الحاله مش متقدمه خليك في الفلور فينيكول. فلور فينيكول ده ما شاء الله ممتاز في الالتهابات الرئويه في بدايتها، وفي نفس الوقت سعر رخيص. العبوة منه 50 سنتي، عندنا في مصر هنا العبوة 50 سنتي بتعمل 100 جنيه، أما شوف أنت 50 سنتي دراكسن بتعمل 2000 جنيه، حوالي 2000، من 1700 لألفين جنيه عبوة الدراكسن 50 سنتي بتعمل من 1700 لألفين جنيه، والفلورفينيكول العبوة 50 سنتي بتعمل 100 جنيه. شوف الفرق قد إيه، 20 ضعف السعر. بس الفلورفينيكول انا استخدمته عن تجربه، ممتاز ممتاز ممتاز، افضل من التيلوزين بكتير. التيلوزين انا بستخدمه في حاله واحده، التيلوزين في حاله الكحه الناشفه، سعال ناشف، كحه، الكحه معروفه حتى في ليبيا يعني، الكحه الناشفه
كحة، مفيش بلغم في الصدر، مفيش نفس عالي، النفس طبيعي وكله تمام. بدي التايلوزين ما شاء الله سنتي لكل 10 كيلو عضل مرة واحدة بتروح من أول مرة، خلال 24 ساعة بيختفي بتختفي الكحة. التايلوزين الفلورفينيكول نفس النظام، بتدي سنتي لكل 10 كيلو تحت الجلد مرة واحدة. الفلورفينيكول بتحين عضل وبتحين تحت الجلد، بس انا بحينه تحسبه عشان ما تورمش، لان الابره تقيله شويه. الفلورفينيكول بحينه تحت الجلد سنتي لكل 10 كيلو مره واحده تحت الجلد، ممكن تعيده بعد يومين بعد 48 ساعه لو الحاله ما تحسنتش. فانا انصحك دلوقتي بالفلورفينيكول. انا بقول لك اسم الماده الفعاله، اسم الدواء عندك انت تروح للبيطري تقول له عاوز فلورفينيكول، هيجيب لك اسامي دواء فيها علب دواء فيها الفلورفينيكول. لاننا عندنا في حاجه اسمها بانفلور، عباره عن فلورفينيكول الماده الفعاله، وفي حاجه تانية دواء اسمه فلوروميد الماده الفعاله فلورفينيكول، وفي فلوريكول الماده الفعاله فلورفينيكول. دي اسامي تجاريه، فانت الاسامي اللي بتذكرها لي اسامي تجاريه ايه فيما عدا التايلوزين. التايلوزين ده هو اسم الماده الفعاله فعلا. المهم كده ان شاء الله دي بالنسبه لحاله التهاب الرئوي، استخدم فلورفينيكول ممتاز طالما في برد، في بلغم في الصدر، في حشرجه، في نفس عالي، يبقى استخدم فلور فينيكول سنتي لكل 10 كيلو تحت الجلد وتعيده بعد 48 ساعه. علاج اسهال الولد المواليد يعني، لونه اصفر ورائحته كريهه، وتم نفوق عدد 9 من المواليد، علما اني استخدم حبيب البهم لعلاج الحالات. ما قلت لك انا برضك ذكرت الاسم التجاري، انا عاوز الاسم الماده الفعاله. على العموم علاج الاسهالات عند المواليد، اول حاجه طبعا احنا دخلنا في الشتاء وانا عارف السقعه في ليبيا عامله ازاي، السقعه بتكون شديده، فالمواليد السقعه بالليل بتكون تلج في المنخ الصحراء، انا مش عارف مكانك فين، انا كنت في الجفره، تلج بالليل وحر بالنهار. المهم المواليد دي بتحتاج تدفئه بالذات في وقت الشتاء ده، يعني المفروض تشوف مكان تداري فيه المواليد من سقعة الليل. ممكن تكون الإسهالات دي بتجيهم بسبب البرد الشديد في الليل، لو كان ميكروب أو زيادة لبن، زيادة حليب، ممكن تدي فيه أدوية بشري اسمه أنتينال. ده لما كنت أنا عامل فيديوهات عن عنتر الخروف اللي أمه ماتت وكان عمره حوالي اسبوع 10 ايام وجاله اسهال، زودت له انا الحليب شويه، استخدمت ستريبتوكين، عباره عن برشام اسمه ستريبتوكين بشري اللي هو ستريبتومايسين. وفي دواء تاني كابكت، ده عباره عن مجموعه مركبات مع بعضيها للاسهال برضك، ما جابش معاه نتيجه غير الانتينال. انتينال ده ما شاء الله ممتاز، اكتب لك اسمه انتينال، ده دواء بشري، ده دواء بشري شراب، ده لعلاج ال، افصل لك انا عشان تعرف، ده للالتهاب الرئوي، بس انت هتشوفها من اللي انت تسمع كلامي دلوقتي الالتهاب الرئوي. والانتينال بشري شراب للإسهال. الانتينال ان شاء الله ممتاز في حالة الإسهالات. بالنسبة ده الصغار، كل واحدة تديله 10-15 سنتي على حسب عمره، يعني لو هو زي 7-8 كيلو 10 كيلو وزنه، ممكن تديله 10 سنتي 15 سنتي في البق، تشربه له في البق يوم واثنين، ان شاء الله الاسهال بيقف عندك باذن الله. في ادويه تاني كتير الصراحه للاسهال، بس انا اكتر حاجه بتجيب معايا نتيجه حلوه الصراحه الانتينال في الاسهالات، بس ما تديش بالجرعه القليله، يعني اقل حاجه ما تنقصش عن 10 سنتي، حتى لو لسه مولود ما تنقصش عن 10 سنتي، اقل حاجه 10 15 18 20 سم كمان.
باقي سؤالك، علاج التهاب العيون علماني استخدمت قطره بشريه او صدمه ساعدتك التوبرا ديكس؟ ماشي، الاسم برضك اختلف من عندكم. هي القطره كانت اوبتي ديكس، وفي حاجه اسمها ديكساترول. الديكساترول اقوى من الاوبتي ديكس، ديكساترول اقوى من الاوبتي ديكس، وهي اغلى ضعف السعر. ولكن هي عباره عن مضاد حيوي مع مضاد، الاثنين بيتشابهوا في الماده الفعاله اللي هي مضاد الالتهابات، ديكسا ميثازون. ديكسا ميثازون دي الماده الفعاله اللي هو ده مضاد الالتهابات زائد مضاد حيوي. في الاوبتي ديكس عباره عن ديكسا ميثازون زائد نيومايسين تقريبا، والثانيه مش فاكر نوع المضاد الحيوي الثانيه. المهم يعني مضاد حيوي مع مضاد التهابات. لو الحالات كتيره فدور في الارضيه بتاعتك، الارضيه بتاعتك اكيد في رطوبه عاليه. الخروف لما بيجي يهرش في عينيه، عينيه توجعه، بيهرش برجليه، رجليه يكون قاعد على الارض رطوبه عاليه فيها، فيها ميكروبات بتنتقل له من رجليه لعينه على طول، بتسبب، بتلاحظ في انتشار عالي في التهاب العيون. في الحاله دي لازم تهتم بنظافه الحظيره الاول، الارضيه الاول، ده لو كانت في مكان مغلق. اما لو كان مكان مفتوح في شمس تمام والارض ناشفه تمام، يبقى تستخدم القطره. بس لو الدواء كل ما تتاخر في العلاج بتاخد وقت اكبر. بمعنى لو استأخرت في البداية بيبقى عبارة عن احمرار في العين مع دموع باستمرار، وتلاقيه مش عارف يفتح عينه. ده لو استخدمت القطرة، وانا عملت فيديو من 4 أيام على خروف صغير، ده قطرت له بالليل، تاني يوم الصبح خفت. بس انت ممكن تعيد له تاني يوم، تأكيدا لان الحالة، عشان الحالة ما تظهرش، مش بمجرد ما تخف خلاص. كل ما تتأخر واللون الاحمر اختفى والدموع اختفت نشفت واصبح اللون الابيض، العين لون بيضة، بتاخد وقت اطول في العلاج، لكن هي بتخف. ممكن تاخد اسبوعين علاج، 15 يوم يوميا تقطر له في عينه من القطرة عشان تخف. كل ما تتأخر كل ما تاخد وقت اطول، بس هي بتجيب نتيجة، بتجيب نتيجة ان شاء الله، بس عملية، عملية وقت. طبعا لو العدد كبير عندك استخدم المية والملح، معلقة كبيرة اكل، معلقة كبيرة من ملح الطعمين على على لتر مية، او معلقتين كبار على لتر مية، ذوبهم كويس واغسل العين وحوالين العين بالكامل. يعني اغسل، افتح العين ورش فيها بالمية داخل العين وبره العين، اغسل العين يعتبر الوش بالكامل، عشان لو في الميكروبات حول العين في الدموع ما ترجع لهاش تاني. اغسل، وبعد ما تغسل مثلا بربع ساعة نص ساعة حط القطرة كده. ان شاء الله خلصنا سؤالك يا اخ زرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازمات عندي معزة والدي الثلاثة، واللبن مش مكفيهم، وجبت لهم لبن باري ومش عايزين يشربوا خالص، اعمل ايه؟ مع اني بجيب لهم كل يوم نص كيلو تشيش غلة صفرة، وجبت للصغار تشيش ناعم برضو ما بياكلوش. عايز حاجة تزود اللبن، وعايز حاجة تغذي الصغار. عمرهم 22 يوم، عمرهم 22 يوم دول لسه بيقول يا هادي في الاكل، اعتماده الكلي على اللبن، لسه ما هش هياكل. اقل حاجة يعني 22 دول هيبدأوا يدوروا في الأكل، هيبدأ معنى كده ان هو معتمد اعتماد كلي 100% على اللبن. أول حاجة حالتك متأخرة، احنا اتكلمنا كتير، لازم تهتم بالحاجة من قبل ما تولد عشان تضر اللبن معاك وينزل الجنين كويس صحته حلوة. فأنت كده استنيت على مولده وعمرهم 22 يوم واللبن صغير، الخلفة كده ضعفت خالص. واللبن البقري هتجر تدفي اللبن، ما تخليش اللبن لا بارد ولا سخن، يبقى دافي زي ما بترضعه للبني آدمين الاطفال، يبقى دافي يا دوبك دافي اللبن، وترضع بالعافيه، تمسك راسها وترضعها. راجع فيديو، في فيديو عنتر اول فيديو وانا بوريك ازاي تعلم الرضاعه، بس هو كان للاسف كان تاني فيديو كان مسك في الرضاعه على طول. لازم تحط الحلمه في بقه بالعافيه وتستنى لغايه ما يشرب ويرضع، هيتعب معاك في الاول، اول يوم تاني يوم هيبدا يمسك في الببرونه على طول لوحده. وما تكترش اللبن لما يمسك في الببرونه عشان ما يجيلوش اسهال، لو جاله اسهال اديله انتينال بشري. والام اهتم بتغذيتها، ماشي بتشتغل انت على الدشيشه والغله ان شاء الله، بس اللبن مش هيزيد من يوم وليله، بياخد له اسبوع اسبوعين 3 أسابيع تغذيه عشان تبدا تضر اللبن كويس. فعشان كده احنا بنقوله تهتم من قبل الولاده. النيتروجين كويس بالنسبه للتسمين. ناخد شعار، انا مش عارف تقصد ايه يعني النيتروجين كويس. هو النيتروجين مكون اساسي في تكوين البروتين، في تكوين البروتين، بيدخل في تكوين البروتين،
بس مش هو الاساس يعني في تكوين البروتين، هو بيدخل في تكوين البروتين، نيتروجين وفوسفور وكالسيوم كلها بتدخل، بس بصوره ايه هو كويس بالنسبه للتسمين؟ هتحط ايه نيتروجين ايه؟ هو نيتروجين موجود في حاجات كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اولا كل التحيه لحضرتك الله يبارك فيك. ثانيا انا لسه واخد ارض في الواحات وبفكر اخصص جزء صغير برسيم حجازي وذره وشعير بغرض تربيه وتسمين الاغنام. اسال انا زرعت فدان برسيم وذره وشعير، تكفي كام راس تربيه وتسمين؟ للاسف والله يا اخ تامر انا ماليش في الزراعه يعني، ما استخدمتش يعني عشان ما ربطتش العدد بالمساحه. اول شيء طبعا بتختلف من ارض لارض، الانتاج محصول بيختلف كميته ونوعيته وجودته من ارض لارض، وفي نفس الوقت انا ما عنديش خلفيه عن مثلا فدان البرسيم بياكل كام راس امهات او تسمين، انما اللي انا اقدر اقوله لك كماده جافه ده اللي بتعامل بيها كماده جافه في التسمين. انا ذكرت لكن انا ما اعرفش الفدان بيطلع قد ايه ذره، بيطلع قد ايه شعير، كم كيلو يعني. فاللي تقدر اللي ممكن انت تعمله وانا اساعدك في الفيديو اللي بعديه، تذكر لي الفدان بنتك كم كيلو ذره وكم كيلو شعير، وانا نقول لك يعني الفدان يكفي كم راس تسمين او امهات، انت تقول لي بس بنتك قد ايه. اما البرسيم الاخضر للاسف يعني مش هينفع تقول لي بالميزان، لاني ما بستخدموش ميزان البرسيم الاخضر، لازم بيبقى البرسيم الاخضر لازم بيبقى بالإيراد بالكمية او بالعقدة الكبيرة، وعموما كده كده بيكون الاكل فيه لحد الشبع، بس انا اقدر اقولك في المادة الجافة فقط. اشكر باشمهندس، عودت السؤال لانه معاد عرفت وين الاجابة. ماشي، ربنا يزيدك من النعيم. عندي معزة عشر 3 شهور ونص، الشعر نحل من على ظهرها في الجانب الايسر ووشها الجانب الايمن منتفخ، دي تفتح ترفع جفن العين وتشوف لو الشرايين اللي في العين زرقاء يبقى عندها ديدان كبدية محتاجة إبرة فاشوليت ضروري، حتى وإن كانت هتسقط معلش عشان تلحقها أحسن ما تروح هي واللي في بطنها لو الشرايين زرقاء. أما لو الشرايين حمراء أو وردي، أكيد لو ما كانتش زرقاء هتكون لونها وردي مش أحمر غامق، وردي معناه كده عندها ضعف، عاوزة تهتم بالتغذية بتاعتها وتهتم بالفيتامينات والأملاح اللي بتحطها على العلف، وجيب قالب لحس، قالب املاح لحس وحطه قدامها في الطوال عشان تلحس فيه عشان يعوضها على الاملاح اللي ناقصه، وحط بريميكس على العلف بتاعها عشان تعوض النقص اللي حاصل، لان ممكن سقوط الشعر ده بسبب الضعف اللي هي فيه، واهتم بتغذيتها كويس. لو سمعت عندي 3 خرفان عاوز اذبحهم على عيد رمضان، هل انزلهم فول امتى؟ انت سالتني السؤال ده يا اخ سمير قبل كده وانا جاوبتك وقلت لك نزل عادي من دلوقت، فاضل 3 شهور على رمضان مش حاجة يعني، جماد آخر ورجب وشعبان 3 شهور، احنا خلصنا في نص جماد آخر تقريبا يعني، معاك حوالي 3 شهور على العيد يعني دخل. ولكن انا كملت سؤالك وقلت فول كفاية بس، لا طبعا مش هتأكل فول بس، طبعا هتأكل ماشي معاك ذرة جيضي فول وذرة تمام ومعاهم بلح ممتاز، اخلط الثلاثة على بعض الفول والذرة الجيضي والبلح ممتازة، طب انت عملت علفة مية مية ان شاء الله. السلام عليكم، لو سمحت ايهما افضل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ايهما افضل تربية الاغنام للتكاثر ام تربية التسمين؟ راجع فيديو يا اخي، راجع فيديو ايهما افضل، تربية الامهات لانتاج المواليد ام تسمين الاغنام، في فيديو هتعرف بالتفصيل، هتعرف اجابتك كده كلها هتعرفها ان شاء الله بالتفصيل. لو سمحت انا عندي جدي على طول كمشان ومزرور ومش عارف اعمل معاه ايه، بس هو مش عيان سنه عنده شهر، هو شويه كمشان وشويه يبقى عادي ويجري، ده من الساعه يا اخ خالد المواليد الماعز دي الصغيره بتسقع، حطه في الشمس هتلاقيه فرد جسمه وشعره ناعم وبيجري وتم التمام، المواليد ما بتستحملش الساعه، اليومين دول الجو ساقع جدا، حاول تحميه من السقعه بالذات ساعات الليل. هو عادي اعرف الخرفان اللي عندي دي شيشه ورده فقط من غير كسب صويا لانه مكلف جدا؟ عادي مفيش مشكله، بس بيتوقف على معدل التحويل، ولكن حتى الذره دي شيشه ما مكلفه جدا، دي شيشه النهارده ب 5 جنيه ونص، ما تبصش على سعر الصويا ب 9 جنيه، انت ما بتحطش 60 70% صويا،
حتى ممكن تحط 10% 15% صويا بترفع نسبة البروتين وما بترفعش السعر كتير. ما بترفعش السعر كتير لما بترفع نسبة البروتين كتير، لأنك أنت لما بتحط كمية ما بتحطش كمية كبيرة، ولكن هي فيها نسبة بروتين عالية بترفع نسبة البروتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله جزاك خير، الله يبارك فيك. عندي ماعز أجد شعره كأنه مقطع بمقص، ما السبب وما الحل؟ بارك الله فيك. لا والله مقطع بمقص دي عمرها ما بتحصل، يعني انت لو انت فاهم ايه نظام القص بالمقص، قص بالمقص ده عمره بيحصل غير وانت تقص بالمقص، عمرها ما بتحصل. انما هو يحصل سقوط للشعر، المعيز بتنزل بيسقط شعرها. اهتم بالتغذية بالاضافات، اهتم بالفيتامينات والاملاح بتاعتهم، حط لهم فيتامينات واملاح على العلفة، ولو ما بتأكلش اخضر اكلهم شوية خضرة تعوضهم في الفيتامينات والاملاح، والنخالة مفيدة فيها كالسيوم وفوسفور كويس للشعر. انما شعر مقصوص بمقص ده مستحيل مستحيل، الا اذا كان في حد بيقص لهم شعرهم وانت ما انتش عارف. لو انت في يعني علامة القص دي لوحديها، القص بيبقى في خطوط، يعني مش عارف اوصفها لك ازاي، باين المعزة اللي بتبقى مقصوصة بمقص بتبقى باينة، لكن هو اللي عندك سقوط شعر. لو سقوط شعر زي ما قلت لك من شوية، ايام افضل تبني القمح ام تبني الشعير؟ اعتبر تبني الشعير اطرى واحسن من تبني القمح من ناحية الاقبالية تقريبا للغنم، يعني ممكن تقبل على تبني الشعير افضل من تبني القمح. تبني القمح فيه العقل وفيه العود بتاعه خشبي شوية، خشن شوية، عود القمح بيكون طري والورق فيه اكتر، عود الشعير بيكون طري والورق فيه بيكون اكتر من القمح. مع العلم اني عارف ان الافضل منهم الدريس بس سعره غالي، عندي حوالي 4 جنيه الكيلو البالة. ماشي تمام. وتبني الشعير الشوال ما بين 8 ل 9 كيلو ب 20 جنيه، يعني الشعير عندك تبني الشعير ب 2 جنيه تقريبا. هو الافضل من ده على ده، يعني تبني الشعير الغنم مش هتاكله ساده، بتخلطه على العلف. انما الدريس يعتبر في نسبه بروتين وبيتاكل لوحده، بيتاكل لوحده كماده لوحده، زائد انه غني بالبروتين. فانا ممكن تعمل الاثنين، تجيب تبني شعير وتجيب دريس، تبني الشعير تخلطه مع العلف، وممكن تعمل لهم وجبة من الدريس فقط لا غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفوق يا رب، اللهم امين. مثلا عن المادة الملأة، ممكن تكون مراعي طبيعية مثلا مساحات مزروعة فيها حشائش وقصب ذرة وحشائش خضراء تعتبر مادة ملأة وفيها نسبة بروتين وكده، مظبوط؟ طبعا اكيد، لان انا بتكلم لما بذكر علف مركز ومادة ملأة، اما اتبان واما مراعي، اما اتبان واما مراعي، والمراعي بتكون افضل طبعا من انك لو جبت المادة الملأة بصورة منفردة. المراعي حلوة لان فيها حشائش متنوعة، والغنم بتعرف تجيب الحاجة اللي عاوزاها من الارض. اما بس اهم حاجة يكون المرعى خالي من الحشائش الضارة او النباتات اللي بتسبب سلت، عشان العلف بتاعك ما يروحش على الفاضي، دي اهم حاجة. وما ترعاش الصبح بدري، يعني في الساعة دي ما ترعاش قبل الساعة 10، تكون الشمس سخنت ونزلت الطل والندى اللي على الزرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجدي 20 كيلو ياكل كام كيلو علف في اليوم؟ في حالة التسمين السريع بياكل 600 جرام علف في اليوم، 300 الصبح و 300 بالليل، وطبعا والمادة الملأة لحد الشبع بعد العلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خروف يتبول دم، ما السبب؟ مع العلم كان يعلف مركز ثم خرج إلى المرعى يأكل الشعير الأخضر. بالنسبة للسؤال الأول ده، ممكن يكون حصل عنده، أهم حاجة النشاط بتاعه كويس، صحته كويسة، بيجري كويس وبيأكل كويس، ده ممكن يكون نقص فوسفور بسبب الخضرة. بيحصل عنده نقص الفوسفور لما الحيوان يتغذى على خضرة بكميات كبيرة. والاعتبر طبعا مش عارف انت نزلته من امتى، هو مش من يوم وليلة هتحصل، انما يعني على الاقل اسبوعين ثلاثة شهر على حسب النقص عنصر الفوسفور في المادة الخضرة. فانت ممكن يكون سبب انك غذيته على العلف الخضرة حصل عنده نقص في الفوسفور، بيحصل البول المدمم، اما انك تحقنه فوسفور، مش عارف انا طبعا في المغرب اسامي عندنا حاجة اسمها كافوزيل، المهم حقن فوسفور، تشوف له حقن فوسفور وتحقنه فوسفور 3-4 ايام، ان شاء الله بينقطع البول المدمم.
والبول بيكون بسبب زيادة الخضرة. وطبعا عشان تتفادى كده ممكن تعمل لهم وجبة آخر النهار، يعني طلع في البرس في الشعير الأخضر، وآخر النهار وجبة علف غنية تكون فيها الفسفور، يعني فيها نخالة اللي هي الردة لأنها غنية بالكالسيوم والفسفور، عشان ما يحصل لهمش نقص فسفور ويحصل البول المدمج. هل يمكن حقن الخيول أيفوماك؟ والله للأسف يا أخ محمد ما عنديش خلفية عن حقن الخيول. في واحد ردد عليك هنا احقن الخيل ديكتو ماكس، والله دي في عهدة الأخ هاني، أنا ما عنديش علم. لو الأخ هاني بيحقن ديكتو ماكس، عنده خيله بيحقنها ديكتو ماكس، ما فيش مشكلة، لكن أنا للأسف ما عنديش خلفية عن الخيول. سؤال، هل تربية الماعز أو الأغنام النعاج أكثر مصدر للربح؟ يا أخ عمر، يا أخ عمر، ارجع القناة في فيديو أيهما أفضل. أنت بتتكلم تربية الماعز ولا الأغنام؟ من ناحية الأمهات يعني؟ لا، أنا بالنسبة لي بفضل طبعا الأغنام، الأغنام هي الأفضل، ولكن الماعز إذا دخلت في موال السلالات، وطبعا برضك تسويق السلالات مش زي تسويق التسمين اللي هو اللحم تسويق فيه بكميات، أما السلالات تستنى واحد على ما ياخد معزة معزتين ثلاثة خمسة ستة. فالأفضل طبعا أنا عندي هو الأغنام، ولكن مفيش مشكلة أن يكون المشروع مشترك أغنام وماعز، بس ده الواحد وده الواحد يفضل عشان المعيز بتخرب. يوجد عندي نعجة حلابة في حلمة صغيرة تالتة بالإضافة للحلمتين التحلب، تنصحني أزلها بربطها بخيط؟ لا ما تعملهاش أي حاجة، ما تتدخلش، سيب الحلمة زي ما هي. حلمة هي كده عادي جدا، في نعاج بتنزل بأربع حلمات خمس حلمات بتتولد يعني كده، بس ما بفونش فيهم لمن، ما تزلهمش وما تعملش أي حاجة فيها عشان ما تعملش مشاكل في الضرع، ما بتعملهاش أي مشكلة، سيبها زي ما هي. لو سمعت خروف وزنه 15 كيلو يشتغل في التسمين حلو ولا وحش؟ معدل تحويله يكون عامل ايه في الشهر كام كيلو؟ يشتغل طالما خروف شبعان لبن ومتأسس ومظبوط، بس هو بيكون عمره حوالي شهرين شهرين ونص، صغير بس مفيش مشكله، بس عاوز رعايه خاصه. لو في خبره يشتغل 100 100 وبيطلع معاك معدل تحويل 7 كيلو في الشهر، لو خروف برقي بكلمك على اقل معدل تحويل، يطلع معاك من 6 ل 7 كيلو في الشهر، بس محتاج تغذيه بروتين عالي ومحتاج رعايه كويس في الاول، بالذات اول شهر لغايه ما يكبر ويبدا يشد في العلف كويس، فهو يشتغل. ما فيش خبره ما انصحكش بال 15 كيلو، خليك في ال 20 كيلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ عبد الرحمن. سعر اللحمه في مدينتنا يا اخ سعود، معلش انا اتاخرت عليك في السؤال، طبعا بعت لي السؤال ده قبل كده، هنقوله دلوقتي بسرعة عشان هو سؤالك هياخد وقت شوية، بس إن شاء الله ماشي معانا لسه وقت. سعر اللحم في مدينتنا 1000 دينار جزائري بعد الذبح للكيلو، يعني كيلو اللحم الجزار بيبيع اللحمة الكيلو ب1000. هل هو الجزار ولا أنت بتسلم للجزار؟ عشان برضك يا أخ سعود، بس أنا أعتبر إن هو الجزار بيبيع اللحمة ب1000 دينار، يصل حتى 1200 دينار، يعني من 1000 كيلو لحم عندكم عند الجزار من 1000 ل 1100. تمام. سعر الخروف المفطوم من 20 ل 25 كيلو من 17000 ل 20000. يعني هنقوله من 20 ل 25 في حدود 18000 ونص تقريبا كده يعني. يعني الغنم اوزان من 20 ل 25 في حدود 18000 الى 18500 سعر الواحد. تمام. فين سعر العلف المركز بروتين جيد 6500 دينار جزائري للقنطار، يعني 6500 دينار للقنطار الواحد، يعني 100 كيلو ب 6500، يعني الكيلو ب 65 دينار اللي هو علف بروتين كويس مركز. تمام. حيث سعر القنطار هنا طبعا انا بوضح لك حاجه، 6500 دي هتعتبر غالي جدا، اوريك دلوقتي طبعا ليه، لانك انت فصلت لي بعد كده ذكرت جنطار الشعير ب 3700، يعني كيلو الشعير ب 37 دينار،
وايه تاني؟ والصويا مع غلاها يعني في الغلا، والصويا 12,000 دينار، يعني الكيلو ب120 دينار، والفول ب13,000 دينار، يعني الكيلو الفول ب130 دينار، ده هنستثنيه خالص الفول. وايه تاني؟ 13,500 كمان. انما الصويا بكام؟ الصويا ب12,000 فقط، ماشي. والنخاله بغلاها الانطار ب3,400 دينار، يعني النخاله الكيلو بتاع النخاله ب34 دينار. دي كده انا كتبت البيانات دي كلها كده قدامي. كيلو علف خام بروتين كويس ب65 دينار، انا حولتها للكيلو. كيلو شعير ب37، كيلو صويا ب120، كيلو فول ب130، كيلو نخاله ب34 دينار. وانت ذكرت علفة بروتين كويس اللي هو يعتبر 6,500 دينار للقنطار. طبعا ده سعر غالي. ازاي احنا يا اخ سعود منزلين وانت من المتابعين منزل السلسلة ليه هنا سلسلة العلف؟ يبقى انت ما عرفتش تكون العلف مظبوط. 6,500 للقنطار ده غالي خالص. يعني انا عملت علفتين او ثلاثة حاليا، ما فيش الكلام ده. يعني في علفة، هنجيب لك علفة بروتين كويس، بروتين ممتاز، ولتكن دي رقم واحد، 75% شعير و25% صويا فقط لغير بدون نخالة. هتديك يعني بدون نخالة، طبعا نخالة هترخص السعر شوية، لكن أقول لك بدون نخالة يعني 75% شعير و25% صويا، دي تعتبر أغلى علفة. كم نسبة بروتين؟ نسبة بروتين 19.5، نسبة بروتين 19.5. والسعر القنطار كام؟ 5,775، 5,775 دينار للقنطار على الخامات اللي انت ذكرها لي. ودي اغلى علفة، 19% وربع ممتازة خلاص، مش محتاجة اعلى من كده نهائي. لو عاوزين علفة ارخص، في معاك علفة تاني ارخص، 80% شعير و20% صويا، 17.6% بروتين، 5,360 دينار للقنطار. ويحسب وراي عيد، انا كل ده حاسبه. في على عاوز علفة ارخص كمان، في ممكن نستخدم علفة عبارة عن 70% شعير، ندخل النخالة هنا بقى، 70% شعير، 15% نخالة، 15% صويا. الفرق بين الشعير وبين النخالة بسيط، 300 دينار تقريبا، 300 دينار فرق بسيط، ولكن الشعير ده مصدر نشويات ممتاز، والنخالة قلنا حاجة مكملة. فانت كنت بتسألني عاوز تحط نخالة بكميات كبيرة، لا، حط الشعير. شعير في ناس بتأكلوا عندكم بيأكلوا شعير بس، وليبيا والدول العربية كلها بتأكل شعير فقط لا غير، مع الدريس أو مع الرعد بيدي بيسمن، والشعير لوحده ممتاز شغال، بس معدل التحويل بيكون ضعيف. أنا عاوز أزود، بزود مصدر بروتين اللي هو الصويا، زائد ان خاله كويسه غنيه بالبروتين، غنيه بالمصدر بروتين، يعني كويس فيها نسبه بروتين مقبوله، وفي نفس الوقت غنيه بالكالسيوم والفوسفور وعناصر تانية. فانا ممكن نعمل علفه تاني دخل فيها النخاله، 70% شعير، 15% نخاله، 15% صويا. العلفه دي ب 4,900 دينار للقنطار، بروتينها 16.5% بروتين. عاوز ارخص كمان؟ في ارخص، يبقى 70% شعير و15% نخالة و15% صويا. لا، ما دي اللي ذكرناها من شوية، قصدي 70% عفوا، 70% شعير و10% لا 70 و10 80، دي واحدة انا حسبتها غلط، ماشي، لان كده 70 80 85 و10 95، لا في 5 ناقصة، ماشي، دي انا اشطبها، لكن اللي ذكرتهم لك كلهم دول كاملين محسوبين، 70% شعير، 15% نخالة، و15% صويا، سعرها 4,900 دينار، و16.5% بروتين، بروتين ممتاز برضك. يبقى هنا من 4,900 ل 6,500 فيه 1,600 دينار زيادة يا أخ سعود.
يعني العلفة 6500 دينار دي ما فيش منها على أسعار الخامات اللي انت ذكرتها لي. وطبعا لو الغنم كبيرة، الغنم عندك كبيرة مش محتاجة بروتين عالي، ممكن فقط لغير تحط 85 دي هذكر 85 وحسبها انت، يعني بخليك من فترة الاستقبال، عدة فترة الاستقبال، غنم كبيرة مثلا 40-45 كيلو وحبيت تخفض في السعر، ممكن تحط 85% شعير و15% صويا، احسب شوف هيديك نسبة البروتين كام، هيديك في حدود 17-16 ونص، مش هتقل عن 16 ان شاء الله، والسعر هينزل عن 5300، هيبقى في حدود 5000 تقريبا، يعني 6500 مفيش منها دي رقم واحد في سعر القنطار على اسعار الخامات اللي انت ذكرتها. طيب فين احنا سؤال بقى سؤالك يا اخ سعود؟ ينفع ادخل خرفان، ينفع ده بعد كله ينفع ادخل خرفان تسمين ولا لا؟ انا عملت حسبة سريعة كده اخ سعود، الخروف بيدخل، اكتب عندك بالورقة والقلم، همل عليك بسرعة واكتب، الخروف من 20-25 كيلو بمتوسط وزن 22 كيلو ب 18500 دينار، بيتعلف 4 شهور بمتوسط زيادة 7 كيلو في الشهر، يعني معدل الزيادة عنده هتكون 28 كيلو، 4 شهور في 7 ب 28 كيلو، يعني كده الخروف في نهاية الدورة يطلع كام؟ 28 و22 يطلع 50 كيلو. الخروف بياكل قد ايه؟ بياكل في الفترة دي من الوزن ده ويطلع 50 كيلو بمعدل كيلو و100 جرام يوميا، 1.1 كيلو جرام علف في اليوم، في 4 شهور في 30 يوم هياكل بمعدل 130 كيلو علف في الدورة اللي هي الأربع شهور، قلنا طلع وزنه 50 كيلو، سعر العلف 130 كيلو، طبعا 6.5 دي المفروض مش هتكون موجودة، لكن أنا لو حسبت على الست على قصدي يعني اللي هي 65 كيلو اللي هي 650 6500 دينار، اللي عارفة تذكر 6500، 130 كيلو طبعا سعر كله يصبح 65، 130 في 65 على أغلى سعر أنت ذكره وهو ما فيش الكلام ده، هيصرف معاك 8450، طبعا الكلام ده ما فيش منه لأن أهو بالورقة ولا بالأسعار اللي أنت ذاكرها، المفروض أغلى علفة هتكونها يعني هنقوله في حدود فين احنا ذكرنا احنا ذكرنا الأولانية، العلفة الأولانية اللي قلنا 75% شعير 75% صويا، قلنا 5775 و19 وربع، احنا خلينا في اللي هي 17.6، 80% شعير و20% صويا، هتعمل معك اول اللي هي 16%، خليك في اللي هي الاول في البداية 17% وبعد كده ممكن تنزل ل 16 اللي هي 70 شعير و15 نخالة و15 صويا، سعر الطن 4000، سعر القنطار 4900، خليها 5000، المفروض انها تضرب في 5000، يعني 130 كيلو في 5 في 50 كيلو، الكيلو 50 دينار، يعني 130 في 50 130 في 50 500 650، 600 المفروض ان هو يصرف 6000 قصدي 6000 6050، يعني فين الآلة؟ احسب 130 في 50 هديك 6500، 6500 طبعا انا حاسب لك العلف بالزيادة هيطلع لك 6500 دينار، ده تكلفة العلف، وحط 500 دينار مادة ملقى يعني هيكلفك حوالي 7000، تكلفة الخروف في الأربع شهور المفروض يكلفك 7000 دينار، 7000 دينار لو الخروف 50 كيلو في الدبح دبحته بيصفي، هنقوله طبعا خروف زي كده معروف مظبوط ظهره مليان، احنا نحسب الحد الأدنى 25 كيلو مش هنخدر، المفروض ما يصفيش أقل من 25 كيلو،
25 كيلو بدون الكبدة، من غير الكبدة 25 كيلو، 25 كيلو لحم في 1000 ريال هيعمل 25,000. وهو طبعا سعره انت مدخله ب 18,500 وصرفت عليه قلنا 7,000 ريال، يعني هيديك كام؟ 25,500، وانت بتبيعه ب 25,000، وطبعا معاك الكبدة قول ب 1000. انا مش عارف بتحسبوها ازاي، اللي هي العلاقة الكبدة والقلب والرئة بتاعته، يعني قول 26,000، يبقى كده يا دوبك سعر البيع هو هو سعر المصاريف الخروف، يعني مفيش مكسب، يعني مفيش مكسب. امال امتى يكون في مكسب؟ لما يكون كيلو اللحم ب 1200 مش 1000. 1200 هنا يبقى فيه مكسب، 1200 معاك 200 في 25 هيبقى فيه 5000 مكسب. لا احنا حسبنا كيلو اللحم على 1000، حسبناها على 1000. فين سؤالك اخ سعود؟ صراحة ده في أسئلة لسه كتير، ربنا يستر ونلحقوا نخلصوا. تمام، يبقى كده أصبح على الأسعار اللي أنت ذكرتها، وأنا طبعا عدلت لك على سعر العلفة، ما أصبحتش 650، ما أصبحتش 6500، أصبحت 5000 جنطار العلف، 5000 وليس 6500. العلف أصبح سعر الكيلو 50 دينار، يعني الجنطار 5000. أصبح إن كده مفيش مكسب لو الكيلو بيتباع ب1000، إنما لو بعت الكيلو ب1200، كيلو اللحم ب1200، هنا هيصبح 200 دينار في 25 كيلو اللي هم اللحم، هيديك 5000 دينار، ده يعتبر مكسبه. ان شاء الله تكون وصلت. طبعا ده على اساس ان انت اللي بتذبح وبتبيع، مش لسه هتبيع ما الجزار عاوز يكسب. ما انت لو ده سعر الجزار يبقى الجزار ممكن يطلع لك 2000 دينار ولا حاجه في الخروف فقط لا غير. يعني اللحم يعتبر رخيص مقارنه بسعر الاعلاف عندكم. طيب السؤال اللي بعده، بالنسبه لنخله تتجاوز 30 كيلو في حاله توفر الشعير والفول البلدي. يا اخ سعود انا جاوبتك كده في السؤال اللي بعديه، هتعرف ان مش محتاج خالص تحط 30 كيلو نخاله اصلا، مش محتاج نخاله اصلا بالصويا وبالاسعار بتاعت الصويا دي، وعملت لك علفه بالسعر الاقل اللي انت عاوزه. نزل الاخرين على صوره كوز بالصويا 50 كيلو شعير و25 كيلو كوز بالصويا و25 كيلو خاله، بروتينها جيد جدا، لكن كلامك حكم خبره. انا عملت لك علفه بدون ما تستخدم ال 25 كيلو نخاله، لان كتر النخاله في العلفه الخروف ما بيحبش الناعم، النخاله الياما الكتير في العلفه ما بياكلهاش، لكن ممكن ياكل 100% شعير، يعني شعير صافي ممكن ياكل، صويا صافي ممكن ياكل، ولكن نخاله صافي ما بياكلهاش، هياكل وجبه اتنين وتلاقي الخروف قطع الاكل ما بياكلش تاني، خلاص جعان ومش عاوز ياكل، نفسه مش رايح له. فمعنى كده انك انت مش لازم تحط الخاله. انا عملت لك 3 4 علفات ليك انت يا اخ سعود، ما زودتش عن 15% نخاله، لان سعر النخاله قريب جدا من سعر الشعير، قريب هو اغلى، هو الشعير اغلى بس النخاله في البروتين في النخاله اعلى، بس فرق السعر بسيط، بس ده مصدر نشويات وده يعتبر مكمل لنسبه البروتين، حاجه داعمه لنسبه البروتين. انكرت هنا في السوق بيتحكم في البيع والشراء، انت تتعب وتحول، لكن السوق بارك الله فيك ايضا السوق في مدينتنا بئر العاتر يتم فيه بيع الاغنام بالعين وليس بالميزان. تمام يا اخ سعود، ما هو الجزار اللي بيشتري عندنا هنا في الاسواق كتيره محدش بيشتري بالميزان، انا ما بشتريش بالميزان، ما بحبش اشتري بالميزان الا لما اكون بسلم غنم، استلم من واحد واسلمه بنفس الميزان، بنفس ورقه الميزان، انما غير كده بحب اشتري بيع وشراء. بيع وشراء بمعنى ان انت بتعرف تقدر، يعني مثلا خروف عنده 8 شهور وزنه مثلا، بغض النظر عن الارقام، يعني مثلا خروف عنده وزنه عمره 8، طب ما بيبيعش بالميزان، خروف عمره 8 شهور وخروف تاني عنده 8 شهور، واحد
معلوف وتخين ما شاء الله عليه يوصل وزنه 50 كيلو والتاني مش جايب 40 كيلو 35 كيلو، هل هيتباع ده زي ده؟ هي بالعمر وبس؟ لا طبعا. اللي بيشتري الجزار بيشتري على اي اساس؟ بيشتري على اساس اللحمه التخينه، خروف السمين، يرمي معاه لحم، يصفي لحم، بيحط ايده على ظهر الخروف ويبص على حجم الخروف يعرف يقدره. في ناس بتشيل الخروف على ايديها، ليه بيشيله على ايده؟ بيعرف يصفي معاه كام لحم من غير ما تشتري على الميزان، بيحط الخروف على دراعه كده يشيله. كلها الجزارين كده بتشتري، بتشتريش بالميزان، يروح السوق ويرفع الحاجه ما بين ايده، يعرف تقيله شايله لحم ولا مش شايله لحم، هتصفي معاها قد ايه، يحط ايده على الظهر يشوف اللحم ويشيلها كلها على بعضيها كده على ايده يشوف هتصفي معاه لحم قد ايه. فما فيش معنى كده ان انت لو علفت مش يعني اللي بيرعى زي اللي بيعلف، لا حاجه تخينه ما شاء الله على سمنه مظبوطه اكيد سعرها هيكون اغلى، ده اكيد. ما مش الشراء باللط كده معناها بيشتري بالخروف وخلاص، الخروف بيتباع ب 2000 خلاص، انا بشتري اي خروف ب 2000، لا مش كل الخرفان ب 2000، ولا مثلا خروف عمره 8 شهور ب 2000 ابقى انا اي خروف عمره 8 شهور ب 2000، لا مش اي خروف. في خروف عمر 3 شهور حاليا في مصر عندنا عمر 3 شهور بيتباع ما يجيبش 1000 جنيه، مش جايب 1000 جنيه. وفي خروف عمر 3 شهور ب 2000 جنيه في الأنية. فأنا بوريك يعني أنها تختلف من يعني حتى الشراء بالعين بتختلف. في خروف معلوف، المعلوف بيتقدر، والفاضي يعني اشتري واحد خروف عظم زي خروف لحم، لا طبعا مش بالحجم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي حولي برئ وزنه 30 كيلو لسه جايب من 4 أيام، عنده إفرازات في الأنف كتير والنفس بتاعه عالي جدا، تحس إنه بيتنفس بصعوبة، مش ملكوم، بيصرف طبيعي وبياكل كويس، اديته ايفوماك اردني امبارح واول 3 ايام اديته جرعه 3 صد تيروزين جنتامايسين، اخذ جرعتين 2 صد ديكساميزون جرعه اسمه. يا اخ هاني انت خلصت عليها ادويه الصيدليه كلها وللاسف مازال زي ما هو مفيش تحسن، واخد جرعه فيتامينات؟ لا بص يا اخ هاني، كتر الابر دي وحش وحش وحش، انت اديت ادويه طبعا من واضح كده بطري، شوف كتبته قدام من خلال بطري بيدي بيحقن يحقن يحقن، والخروف ممكن يصرف عليك 100 جنيه علاجات وما بتجيبش اي 60 نتيجه. الخروف طالما بياكل كويس وكل حاجه طبيعيه والزبل بتاعه طبيعي مفيش فيه اي مشكله، فقط الافرازات بتكون اما ديدان نغف، انت بتقول اديته بتاريخ 18 يعني لسه مديله اول امبارح، ديدان النغف مش هيروح مفعولها من يوم وليله، يعني دي 18 بتسيب اسبوع، اديت ايفوماك تسيب اسبوع بعد ما اديت الايفوماك، خلي ابره الايفوماك تاخد مفعولها، تاخد مفعولها وتعمل تاثيرها على الديدان، ديدان النغف اذا كانت ديدان نغف، راحت بعد اسبوع راحت، ما راحتش يبقى اما عنده التهاب في الجيوب الانفيه او شويه برد، بتعالجه فلورفينيكول. يعني انت ذكرت كل الادويه، التيلوزين ما بيجيبش نتيجه في الرشح وانا ذكرتها كذا مره في فيديو، الرشح التيلوزين بيجيب نتيجه ممتازه في حاله الكحه الناشفه، كحه ناشفه بدون اي افرازات وبدون اي بلغم، كحه ناشفه مع نفس طبيعي وكل حاجه طبيعيه التيروزين بيجيب نتيجه ممتازه. اما الفلورفينيكول في حاله وجود بلغم وجود افرازات، الفلورفينيكول سنتي لكل 10 كيلو من وزنه، يعني وزنه 30 كيلو هتدي له 3 سنتي النهارده تحت الجلد فلورفينيكول، وتعيدها بعد بكره بعد يومين تدي له 3 سنتي كمان. بس انت لسه مدي الايفوماك سيبه يومين ثلاثة بس عشان مكان الابرة ما يختلطش على بعضيه ويورم، سيبه بس يومين ثلاثة كده الابرة تكون اتسحبت من مكان الايفوماك، وحقنه فلور فينيكول 3 سنتي تحت الجلد النهاردة وبعد يومين 48 ساعة 3 سنتي كمان، وان شاء الله بدون اي الادوية دي كلها ان شاء الله هتختفي الافرازات منه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي أرض بزرعها قمح في الشتاء وإنتاجها عالي، لكن زراعة الذرة مكلفة جدا فيها في الصيف، وكنت ببيع كمية قمح واستبدلها بالذرة، بس حضرتك في الفيديو اللي فات بتقول القمح أفضل من الذرة. طبعا يا أخ محمد، الذرة طبعا أحسن من القمح، أحسن من الذرة بكتير طبعا. فهل أنا أستخدم القمح والشعير مع الفول الصويا وأستغني عن الذرة النهائي؟ طبعا أكيد يا أخ محمد، تستخدم قمح وشعير وصويا ممتازة 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 عن ما تستخدم الذرة، وما تستخدمش الذرة نهائي خالص. في ناس بتعلف قمح فقط لا غير، في ناس بتعلف شعير فقط لا غير، انت لما تدخل قمح وشعير مع الصويا هترفع البروتين، هترفع معاك معدل التحويل واضح عن لو استخدمت القمح لوحده او الشعير لوحده. دخول الصويا
مع القمح والشعير بيرفع معدل التحويل كتير. شكرا على مجهودك. الله يبارك فيك. ممكن تعمل فيديو عن الميزان المستخدم لوزن الغنم وانواعه؟ عندنا نوع من الخرايف يصل الاوزان كبيره يصعب تعليقه على الميزان. والله حاضر ان شاء الله لو حضرت قدامي الميزان. انا في ميزان طبليه وفي ميزان بيتعلق. سيبك من الميزان اللي هو بيدخل فيه الخروف واقف ده، لان ده سعره غالي مش اي حد بيشتري. في ميزان بيبقى ليه جناب زي بيدخل زي ميزان العجول. ميزان العجول ده لازم تجيب الميزان ده. في ميزان للغنم زي ميزان العجول الكبيره بس صغير، عباره عن جناب صندوق باب بيتفتح يدخل ويقفل عليه ويتوزن طبلة، بس ده بيكون سعره غالي بالنسبه للغنم. فانا ان شاء الله في طريقه تانية، ميزان رخيص، في ميزان بيتعلق عندي ده اكيد شفتوه. اما لو اوزان تقيله في اغنام تانية بتتوزن على ميزان عادي صغير، ميزان مثلا 200 كيلو 300 كيلو سعته. واوريك الطريقه ان شاء الله، هنعمل فيديو لو جيت قدام الطريقه عشان اوريك ازاي بنستخدم الوزن، وبطريقه سهله جدا جدا بدون تعليق خالص. هل ينفع علف صويا خام ولا لازم كزب الصويا؟ يا اخ عبده، في ناس بيقولوا على كزب الصويا صويا خام، فدي هي دي. وفي ناس بيقولوا على كزب الصويا صويا مدشوشه. فالصويا الخام هي الصويا المدشوشه، هي كزب الصويا. انما لو تقصد فول صويا حب عادي برضك مفيش مشكله، اعرف فول صويا حب مفيش مشكله. جزاك الله خيرا بعد اذن حضرتك. لو عاوز انشف ضرع الماعز اعمل ايه؟ ولو عاوز احسب سعر معزه لحم كسره اضرب وزنها في كام؟ لو عاوز تنشف، التنشيف بيكون لو هي معزه بتضر لبن ياما كل يوم فيها لبن ياما الضرع بيتملي للاخر، هتحلبها يوم ويوم، يوم تحلبها النهارده وتسيبها بكره، وبعد كده خلال 3 4 ايام هتحلبها يوم ويومين، بعد كده مثلا يوم وكل 3 ايام تحلبها مره او 4 ايام على حسب كميه الاضرار بتاع اللبن بتاعها. لو اضرارها عالي هتاخد وقت على ما تنشف، لو اضرارها ضعيف يعني بتضر لبنها قليل هتنشف ان شاء الله في خلال اسبوعين ثلاثه، ان شاء الله 3 اسابيع 4 اسابيع هتنشف بسرعه معاك. اما لو اللبن بتاعها عالي لا ممكن تاخد اكتر من شهر وانت بتنشفها. فهنا زي ما قلت لك ما تخليش اللبن يملى ضرعها للاخر وبفتره طويله، يعني يتملى يوم ولا حاجه وتحلب منه وتبدا، يعني تبقى ما تبقاش الحلب كل يوم، يوم ويوم، يومين ويوم، 3 ايام ويوم، 4 ايام ويوم، وبعد كده ممكن لو لقيت لما برضك جعلي ما تحلبوش للاخر، صفي منه بس، خف الحليب فقط لا غير، ما تخليش الضرع مشدود زي البالونه كانه هيفرقع، خف منه فقط لا غير. قشر الفول البلدي مفيد بنسبه قد ايه؟ في سؤال، ولو عاوز احسب سعر معزه لحم كسره اضرب وزنها في كام؟ تشوف سعر النتايه اللباني بكام؟ يعني مثلا الجدي ب 65 جنيه الكيلو. الجدي اللي هو اللباني. اللي هو عمر سنه يعني او اقل من سنه. والربعيه مثلا بتتباع مثلا ب 60 جنيه. انت المعزه لو هي مثلا كسره جوز، كسره اربعه، كسره سته، ما هو معاها سنه لبنيه. معاها اسنان لبنيه. طبعا كسره جوز وما عشرتش بتعتبر زي اللبنيه، ما تفرقش. ما تفرقش كسره جوز او كسره اربعه او كسره سته. لا طبعا كسره جوز او كسره اربعه وما عشرتش قبل كده ما ودتش قبل كده بتعتبر بتخس شويه، ممكن تخس لها 5 جنيه عن الربعيه اللبنيه بس مش ياما. طبعا بس اهم حاجه تكون لحم تخين ما تكونش عض يعني سمينه. اما والده قبل كده، لا والده قبل كده مثلا كسره اربعه كسره سته اقل حاجه تنزل سعرها عن سعر الربعيه اللباني اقل حاجه 10 جنيه. وراجع لوزنها، كل ما كان وزنها تقيل 60 كيلو 70 كيلو لا ممكن تنزل اكتر من 10 جنيه عن الربعيه اللبنيه. واهم حاجه يكون سنانها فيها سن لبني، يعني تكون اقصى حاجه كسر 6. قشر الفول البلدي مفيد بنسبه قد ايه الغنم ورجع الكون؟ قشر الفول البلدي فايدته في نسبه كسر فيه، كل ما كان في نسبه كسر كل ما كان مفيد، كل ما فيهوش نسبه كسر لو قشر فول صافي اعتبره الياف. رجيع الكون مصدر نشويات عالي، رجيع الكون مصدر نشويات عالي اعلى من الذره، وما بيستخدمش بكميات كبيره للغنم، بيستخدم للبهايم الحلابه اكتر حاجه، ولكن لو استخدمته للغنم بنسبه 20 25% ما تزودش عن كده. السرسه دي الغنم ما بتحبهاش في حاله التسمين، اما لو نعاج امهات او معيز ممكن تاكلها من الجوع، اعتبرها الياف يعني، ومتوقفه فايدتها على نسبه كسر الرز في السرسه.
ممكن دراسة الجدوى لو تستثمر 5 عقول أو أكتر، ولو مفيش خبرة إزاي نجيب العمالة اللي ترعاهم ونكون فاهمة فيهم. والله للأسف يا أخ أحمد، دراسة جدوى لتسمين عجول، لأني ماليش في العجول قد كده يعني، فمش هتتوفر الإجابة على سؤالك حاليا، لكن لو توفرت ربنا ييسر الحال. لأن ما بحبش أنقل لك دراسة جدوى من أي مكان بالبوق، لا يعني حاجة أكون أنا عايشها، بس يعني ما استخدمتش دورة تسمين عجول قبل كده. اشتغلت في العجول بس بشتغل تجارة أكتر من تسمين، ولكن لو توفرت الظروف ان شاء الله هنعمل دراسة ليها بإذن الله. اما من ناحية العمالة فانا ما اقدرش اقول لك منين تجيب، انت هتسأل وهتشوف واحد عنده خبرة. بس 5 عجول مش محتاجين خالص انك تجيب عامل يعني، برضك انت هترعاهم بنفسك المفروض، بس ممكن تجيب عامل ينظف تحتهم صبح وليل وتدي له كل اسبوع الراتب بتاعه، يعني بياخد له 100 جنيه ولا حاجة وينظف تحتهم صبح وليل، او هي مرة واحدة على حسب المكان عندك، اذا كان الزريبة خرسانة يعني تدي له 100 جنيه مثلا 5 عجول، ممكن تدي له 100 150 جنيه في الاسبوع ينظف تحتيهم ويكلفهم كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور انا اعطي الاغنام بلوبانيك ناشف وشعير، هل هذه كافي ولا يجب اضيف عليه؟ طبعا عادي لو هي اغنام امهات ده كده ممتاز، اما لو هي تسمين حلو برضك، بس لو عاوز تزود معدل التحويل تسرع معدل التحويل ضيف على الشعير صويا، تضيف على الشعير يعني على الاقل كل 100 كيلو شعير حط عليهم 15 كيلو صويا على الاقل، يعني هيرفع معاك معدل التحويل لو انت مستعجل على التسمين. عندي ظاهره اكل صوف كترت كميه الاكل، عطيتها ايفوماك اضفت لها فيتامينات في الماء، حطيت لها ملح ونحاس خاصه بالاغنام، خف اكل الصوف بس للحين بياكل صوف. هو المشكله هنا ظاهره اكل الصوف بتتحول من نقص فيتامينات واملاح، نقص فيتامينات واملاح، بتحط قوالب الاملاح في قوالب لحس بتحطها بتعلقها في الحظيره بتحطها في المعالف بتلحس فيها الاغنام، ولكن المشكله انها ممكن تتقلب من نقص فيتامينات واملاح من سوء تغذيه يعني تعتبر الى عاده، الغنم اتعودت تاكل في صوف بعضها، فبتاخد وقت ساعات لغايه ما يجي وقت موسم جز الصوف وبتجز الغنم بتقص الغنم بالكامل بتختفي الظاهره ان شاء الله بعد موسم القص، على ما الشعر لسه بيبدا يكبر فالغنم بتلاقي الظاهره اختفت ده يعني، بس بعد تعديل الفيتامينات والاملاح في العلف، فهي ممكن بس العمليه بتاخد وقت شويه على ما تختفي العاده. وانا ذكرتها قبل كده قلت زي الناس اللي بتاكل في ضوافرها عاده عنده ياكل في ضوافره وخلاص، فهي دي كذلك اتقلبت عاده، كان اول عنده نقص الغنم كانت عندها نقص املاح اتظبطت بس في العاده لسه موجوده، يعني ان شاء الله تاخد شويه وتروح باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هل النخاله تعتبر ماده مشبعه ام من البروتين؟ النخاله تعتبر ماده مكمله لمصدر البروتين، هي غنيه بالالياف وتعتبر غنيه نوعا ما بالبروتين، فهي مادة مكملة في لمصدر البروتين. بعد إعطاء إبرة الأيفوماك نصبر أسبوع ونعطي شربة ثم بعد أسبوعين نعود الإبرة، صحيح؟ دي الطريقة اللي أنا بستخدمها، بس شربة وتسكت لا، لأن في حاجة اسمها أميزول، في حاجة اسمها بنتازول، بنتازول ممكن يتاخد تاني يوم من إبرة الأيفوماك. إبرة الأيفوماك السوبر والبندازول، بندازول تخصصه اكتر ديدان كرش البندازول، اما لو استخدمت انا شربة زي الليفا فلوك او الترايميك دي شربة مفعولها نفس مفعول الايفوماك السوبر، بس انا بدي ابرة الايفوماك وبعد الايفوماك الغنم خلاص هدت من ابرة الايفوماك بعدها باسبوع بدي الشربة اللي هي الليفا فلوك او ترايميك عشان زيادة تأكيد لو في حاجة فلتت من الايفوماك السوبر تقضي عليها الشربة، تقضي عليها الشربة. وبعديها بأسبوعين ذكرت أنا كده بيتعاد واحدة منهم الأيفوماك أو الشربة، الأيفوماك اللي هو الأيفوماك السوبر أو الشربة دي اللي في فلوك أو الترايميك، أما لو أنت بتستخدم بندازول لا الأيفوماك هو اللي هيتعاد بعد أسبوعين، لو أنت بتستخدم بندازول يبقى الأيفوماك هو اللي هيتعاد بعد أسبوعين، قلنا عشان لو في بيض للديدان بتفقس بعد أسبوعين فأنت بتتخلص من البيضة والدودة بإعادة الجرعة بعدها بـ20 يوم.
نقسم العلف المركز إلى وجبتين صباحا ومساء عند الظهر، نضع لهم تبن. لو التبن بتاعك بيتاكل لوحده، المادة اللي بتتاكل لوحدها عادي، بعد العلف بساعة بساعتين بتحط المادة المالئة بتاعتك أو التبن، وبعد وجبة العشاء نفس النظام. أما لو التبن بتاعك ما بيتاكلش بصورة منفردة، لا، التبن بيتخلط على العلف. كما هي الكمية التي يجب أن نضعها من المادة المشبعة التبن لكل خروف؟ دي لحد الشبع أنت بتقدرها تقدير، بتختلف من مادة للتانية، بتقدرها تقدير بعينك، بتحط لقيت فيه زيادة على ميعاد الوجبة التانية لسه قاعد منه ياما، يبقى تعرف إن الوجبة التانية تخف منه لغاية ما تحصل على العيار المظبوط. أما لو التبن بتخلطه تبن قمح أو تبن شعير بتخلطه على العلفة، لا، يبقى في الحالة دي ما تزود يعني في حدود 1% العلف 3% المركز، التبن 1% تقريبا. الله كيفك، الله يبارك فيك. ايه هي الاشياء اللي تضمن ب 99% معدل تحويل خروف التسمين الى ربع كيلو يومين ولا يقل عن ربع كيلو، بمعنى 250 جرام في اليوم؟ عاوز ايه اللي تضمن انك بتحول ربع كيلو في اليوم؟ رقم واحد، وتحط تحتها مليون خط، جودة الخروف اللي انت شاريه. خروف متأسس شبعان لبن، بمعنى خروف ما يتجاوزش عمره 3 شهور وزنه لا يقل عن 20 كيلو، ما يتجاوزش 3 شهور هنقوله كحد أدنى برضك، لأن في أغنام طبعا لا مش عاوز أعمل لك الوزن، هنقوله عشان برضك بتجيب الربع كيلو، وزنه عمره ما يتجاوزش 4 شهور ما يقلش عن 20 كيلو. لان في ناس ما بتهتمش بالعلفه كويس، الخروف بيطلع حلو تمام من اللبن، بيسمن وسمين وتخين وتقيل ما شاء الله عليه، بس بيفطم لبن امه بيخف بعد الشهر التالت، مش ما بيلاقيش علف عند اصحابه، فالخروف بتلاقيه ما شاء الله حلو شاسيه وسنه صغير وتمام، بس تلاقي ظهره فاضي شويه من قله العلف، بس لكن هو متاسس وشبعان. في الحاله دي نقوله عمره ما يزيدش عن 4 شهور، وزنه ما يقلش عن 20 كيلو تقريبا. ده في الخروف اللي هي المفاطيم. اما في خرفان تاني كبيره لا ما تفرقش، في خروف عنده 7-8 شهور وزنه مثلا 30-35 كيلو، خشب شاسيه بس يعني شبع لبن وتاسس بس ما تعلفش، فضل في المراعي، فالخروف فرد خشب وتمام التمام مستني يلاقي علف، بس وصحته 100 100 مستني يلاقي علف. ده بيحول ما شاء الله فوق ال 7 كيلو كمان، اول ما بيلاقي اول شهر بيحول فوق ال 7 كيلو، لان هو شاسيه وعظمه وصحه تمام وكرش نظيف، عاوز علف بس، فده بيحول اكتر. بس احنا بنقوله في الطبيعي في التسمين انت بتاخد مفاطيم، فقلنا المفاطيم اللي انت بتشتريها تكون متأسسة شبعانة لبن، دي رقم واحد. رقم اتنين، تجريعة الايفوماك، تدي ابرة الايفوماك الصبر عشان تتخلص لو في اي ديدان في الكبد في الكرش في الرئة نغف انف جرب جلد، طفيلات داخلية وخارجية بتتخلص منها بالكامل. رقم تلاتة، علفة موزونة ما تقلش عن 16% بروتين، علفة لا تقل عن 16-17% بروتين ان شاء الله بالحاجات دي. وطبعا الخروف ياكل 3% من وزنه، 3% من وزنه في اليوم، علف مركز والمادة المالئة لحد الشبع. يعني لو الخروف 25 كيلو بياكل في اليوم كيلو الا ربع علف، في الحالة دي ان شاء الله مش هتلاقي اقل من ربع كيلو باذن الله في اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي عنزة نافر تحت جلدها حبوبة منطقة الظهر وتحت البطن تقريبا بكل جسمها ما عدا وجهها، وفي تساقط بالشعر، شو هذا المرض؟ ده جدري يا أخ محمد، ده جدري وبتظل قاعدة، ده جدري للأسف. لو جدري مائي الحبوب كبيرة وبتلاقيها طرية كده كأنها مية، فده للأسف يعني مالوش علاج. أخرك لو في سخونية بتدي خافض حرارة، بيكون في حرارة بتدي خافض حراره، زي الديكلوفين عباره عن خافض حراره ومسكن للالام ومضاد التهابات، وممكن تحقن مضاد حيوي تاني زي البنسلين او الاوكسي طويل المفعول اوكسي تتراسيكلين عشان ما يحصلش اي مرض ثانوي معايا. لكن هو ملوش علاج، ما فيش اللي هو بيتعالج بالمناعه الطبيعيه، يعني المناعه بس لكن ليه تحصين. لو ظاهر في الغنم عندك ياما تسال اقرب دكتور بيطري ليك عشان ممكن يجي يحصن لك الغنم تحصين اضطراري. بارك الله فيك حمزة الرحمن، الله بارك فيك. هل إضافة مضاد السموم للعلف المركز إضافة ضرورية أم إضافة احتياط؟ إضافة احتياط، بمعنى لو العلف بتاعك أنت شايفه نظيف تمام ما فيش منها مشكلة، لكن لو خايف العلف بتاعك فيه سموم فطرية يعني فيه أماكن هو الأفضل أنك تحطه، يعني لأنه ممكن عادي يكون اتخزن غلط في مخزن وعفن بس
مر بمرحلة جفاف راح في الشمس فأصبح مش ظاهر عليه العفن، فبالتالي الفطريات لما بتنمو على علف بتعمل سموم فطرية. السموم دي مشكلتها بتدمر الكبد بالبطيء، كتر التغذية عليها تتراكم في الجسم، تتراكم في الجسم لغاية ما تدمر الكبد، وتلاقي الخروف كبر وفجأة موت مفاجئ، الكبد اتدمر. فأنا بفضل إضافة مضاد السموم، مش غالي يعني 20 بالنسبة في مصر، هنا عندنا الكيلو بعشرين 25-30 جنيه كحد أقصى على الطن، مش مشكلة يعني. هل ممكن تعمل فيديو عن معرفة النعجة طلب العشر؟ والله لو جت قدامنا إن شاء الله هنعمل بإذن الله فيديو ليها. السلام عليكم. السلام، وأشكرك على كل اللي بتقدمه لنا. عندي نعجة عشر في شهر ربع، كانت أمورها تمام ولكن فجأة بطلت تأكل العلف. فجأة بطلت تأكل علف، شعير، فول، قمح، لكن بتأكل عادي في المرعى والأتبان. لو بتأكل عادي في المرعى والأتبان تبقى ممكن انت عملت لها، شوف انت عملت ايه في اليوم اللي قبليه، ممكن تكون انت حطت لها علف زيادة عن اللزوم، لكمتها، اتلكمت، ممكن تكون اتلكمت، فهي الان بتمر بمرحلة اللكمة، يعني بتاخد 3 ايام تقريبا في مرحلة اللكمة، حوالي 3 ايام ما بتاكلش علف، بتاكل الاتبان والمراعي، مادة علف خضراء، علف خشنة اللي هي اي تبن عموما في المرعى يعني، والبرسيم، لكن العلف مش هتاكله خالص، فممكن تكون اتلكمت منك. شوف انت عملت لها ايه قبل ما تمنع العلف، اليوم اللي قبليه مباشرة انت زودت العلف مرة واحدة او غيرت العلف مرة واحدة وبكده اتلكمت، تاخد يومين ثلاثة ان شاء الله وبترجع طبيعية تاني. اما لو بس هي لا، لو عندها تسمم حمل بتقعد ما بتقفش، بتنام ومبتعرفش تقف وبتمنع الاكل خالص، ان شاء الله ما عندهاش تسمم حمل طالما بتاكل في المرعى، في المرعى كويس. علاج للصند يا باشمهندس، والله للاسف يا اخ محمد ما عنديش خلفيه عنه، انا عندي خلفيه عن شكله كده، شفته في بهايم لما كانت عندي بهايم، بس خلفيه عن علاجه والله ما عنديش خلفيه عنه للاسف. كنت هشتري بقره فيها، بس فيها الصند كان سعرها الصراحه سعرها نازل يعني رخيصه بسبب الصند ده، كنت هجرب فيها بس ما توفقناش، فللأسف ما عنديش خلفية عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي استفسار لو سمحت باشمهندس، أنا بركب علف عبارة عن، أنا قريت سؤالك وعشان طبعا وقت الأسئلة وحسبت نسبة البروتين، العلفة دي اللي ركبها قال لي 17% بروتين، ولما حسبتها لقيتها حوالي 20، هي أنا حسبتها 19%، العلفة دي 19% بروتين. انا ملاحظ ان التحويل مش بالكفاءة المتوقعة، وانا بأكد 3% علف وقش رز مفتوح تمام، هل يفضل اقل نسبة البروتين وارفع نسبة النشويات؟ ده هيحسن معايا التحويل ويفرق في الوزن، افيدنا بارك الله فيك. المسؤول عن التحويل البروتين وليس النشويات، دي اول حاجة تحطها حلقة في ودانك، المسؤول عن التحويل البروتين وليس النشويات. ولكن لهضم البروتين محتاج نشويات، لهضم البروتين محتاج نشويات، يعني الاثنين مكملين لبعض، بس المسؤول عن معدل التحويل السريع البروتين وليس النشويات. انت عامل طن 570 كيلو ذره، يعني ان شاء الله جايب نسبه النشويات مظبوطه تمام التمام، ما فيش فيه اي مشكله. بس الغنم بتاعتك ممكن تكون الغنم مش متاسسه اللي انت شاريها، غنم معدل تحويلها ضعيف، هيطلع معدل تحويلها ضعيف، ممكن تكون الغنم مش متاسسه، مش شبعانه لبن، ممكن تكون الغنم فيها ديدان، عاوزة إبرة أيفوماك والشربة عشان تتخلص من الديدان. فشوف انت ايه اللي عندك واكتب لي السؤال في الفيديو اللي جاي وان شاء الله نكمل مع بعضين، وقول لي الأوزان عندك كام الأغنام، ومعدل التحويل ماشي عندك كام، ونوع الأغنام ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن احط 50 كيلو قمح، 35 كيلو ردة، و15 كيلو فول صويا، مع العلم الفا دي نسبة البروتين فيها 17%، وهل قشر الفول في فايدة؟ نسبة بروتين قشر الفول كام؟ قشر الفول واعتبره مفيش نسبة بروتين، يعني إذا كان في 3% ولا 4% ولا 5% القشر الصافي، لكن بتتوقف نسبة البروتين في قشر الفول على نسبة كسر الفول فيه. عادي عاوز تعمل علفة 50 كيلو قمح و35 كيلو ردة و15 صويا، مفيش مشكلة، بس الردة ممكن تكون عالية، 35 كيلو ردة، لو الغنم كلتها كويس ما فيش مشكلة، ما كلتهاش كويس اعرف بسبب كتر كمية الردة، كمية الردة كبيرة 35 كيلو،
خفض منها على الأقل 10 كيلو وحطهم في القمح. ولو حبيت ترفع نسبة البروتين يبقى تخفض 10 كيلو في الرضة، تحط 5 كيلو قمح زيادة و5 كيلو صويا، يعني 20 صويا و25 صويا و25 رضة و55 قمح، هتكون أفضل إن شاء الله. أما لو كلت الغنم فيها كويس فما فيش أي مشكلة إن شاء الله تمام. عندي 5 ماعز ونعجة وحولية اشتريتهم مع بعض من 4 شهور وهم صغار بس هيكلهم مش كويس، واضح إنهم ما شبعوش لبن من أمهاتهم، هل لهم من حل؟ مع العلم أعمارهم حاليا من 5 إلى 7 شهور، للأسف والله يعتبر ما لهمش حل إذا كان فات عليهم عمرهم 5 7 شهور. لو ذكرت لي أوزانهم هنقول لك يعني في أمل منهم ولا ما فيش، وأنت ذاكر أحجامهم قبل أعمارهم، يعني أحجامهم صغيرة خالص، يعني ممكن يطلعوا كده بالمصر كده بيقولوا مقرقرين صغيرين مش هيزيدوا عن كده، فللأسف دول يعتبر ما لهمش حل. سؤال تاني لو تسمح يا باشمهندس، عندي ماعز والدة 4 بس صغار صغار وضعيفة البنية وهي لبنها ضعيف، أعمل إيه؟ للأسف يا أخ أشرف أنت استنيتها لما ولدت، ولدت ما شاء الله 4، لو أنت مأسسها من قبل ما تولد بشهرين كانت بإذن الله هتنزل تضر لبن حلو وخلفتها تبقى كويسة وكانت هتشبع إن شاء الله 4. لكن انت دلوقتي عشان تهتم بعلفتها بعد ما ولدت بتاخد على الاقل اسبوعين عشان لبنها يبدا يزيد، على الاقل اسبوعين، على بيجي الاسبوعين يكون عيالها ماتوا، على ما هي تبدا لبنها يزيد يكون ضعفه خالص. ولكن الحل كده ممكن تتدخل بلبن بقري، كل واحده مثلا من الصغيرين دول تدي له 100 ملي في اليوم، 50 الصبح و50 بالليل مع لبن امه طبعا، واهتم بعلفه الام كويس، دف اللبن كويس وفي الببرونة كده وشربه بالعافية في الأول، يشرب معاك بالعافية لغاية ما يتعود ويمسك معاك، وما تزودش اللبن مرات عشان ما يجلوش إسهال ويموت. 50 مل الصبح و50 مل بالليل مع لبن أمه لكل واحد لبن بقري، وطبعا تدفي اللبن قبل ما ترضعه. عندي خمس ما هو ده السؤال اللي خلصنا تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أنا عندي 10 نعجة، كم كيلو شعير وكم تبن الحنط بعطي لتربية وللتسمين؟ بس للأسف يا أخ منير ما ذكرتش أوزان أو أعمار النعاج، يعني هل هي والدة أو نوع والحالة بتاعتها إيه؟ يعني النعاج دي عشار فاضية والدة رخي على وش ولادة؟ يعني انا هقول لك بصوره عامه وانت بقى تشوف الحاله اللي عندك. لو هي نعاج رخي على وش ولادها يعني حامل في الشهر الرابع والخامس، ممكن تدي لكل نعجه كيلو شعير في اليوم والتبن لحد الشبع طبعا، لكل نعجه كيلو شعير. لو انت بتديش الكيلو تتدرج واحده واحده، ما تديهوش مره واحده عشان ما تتلكمش معاك النعاج. لو النعاج والده برضك في الشهر الاول والثاني من الولاده، برضك ادي لكل واحده على الاقل كيلو شعير والتبن لحد السبع، نص كيلو الصبح ونص كيلو بالليل. اما لو هي انت بتجهزهم للعشار يعني صغار، في مصر كده بتقال عليها حوليه لسه على وش عشار، ممكن تدي لكل واحده نص كيلو شعير، ربع كيلو الصبح ربع كيلو بالليل والتبن لحد السبع. وعلى ما اول ما تيجي تدخل على عشار ممكن تديها كيلو الا ربع، زائد ان انا مش عارف الاحجام عندك ايه، ممكن تطلع الاحجام ما شاء الله احجام كبيره، احجام كبيره مثلا زي الغنم العساف النعجه ممكن توصل 100 كيلو، كيلو شعير مش هيعمل لها حاجه. لو هي مثلا نعجه العساف طبعا مش عارف انت منين يا اخ منير، يعني ممكن تكون من تو من فلسطين من خلال الكلام. كم تب الحنط. على العموم يعني نوع النعجه برضك حجم النعجه ليه دور، بمعنى انت يعتبر عشان ما ذكرتش اي بيانات عن النعاج، عينك ميزانك، انت لو بدات ما حطيت مثلا نص كيلو كيلو ربع وشايف الصحه تمام والغنم صحتها تمام ما فيش مش في نزول، بتثبت على الكميه اللي انت بتحطها. لا والله الغنم شايفها بتضعف يبقى لازم ازود العلف عشان احافظ على صحه النعاج. لو عندك بيانات عاوز تضيفها ضيفها في الفيديو الجديد، وضح لي النعاج احجامهم والحالة بتاعتهم، فاضيين عشار والدين، لو عاوز إجابة أكتر. في دورة التسمين 5 شهور مثلا، هل يمكن تخفيض كمية العلف في أول شهرين لتخفيض التكلفة؟
وبقية الأشهر نعطي الكمية المطلوبة 2% أول شهرين ثم 3% بقية الأشهر. طبعا هيأثر على معدل التحويل أكيد طبعا. خروف بياكل 3% من أول ما دخل لغاية ما طلع، غير خروف بياكل في البداية 2% وفي الآخر ياكل 3%. الحالة دي إمتى بنستخدمها؟ مش للتوفير التكلفة، لا، الحالة دي بنستخدمها لضبط معاد الخروج الغنم. عاوز أضبط معاد خروج الغنم، يعني العيد فاضله 7 شهور ولا 6 شهور، وأنا عندي غنم ما شاء الله كبيرة 40، وعاوز أطلعها مثلا 60 كده 20 كيلو، شوية يعني هطلعهم بسرعة في 3 شهور ولا حاجة. فأنا عاوز أوفر وفي نفس الوقت أأخر طلوع الغنم لحين ما أطلعها على العيد، فبدي مثلا برسيم أرعى بيهم مراعي فقط لا غير، لغاية أجي بعد العيد قبل العيد بثلاث شهور ولا حاجة أبدأ أدخل العلف أعلف. إنما حكاية التوفير لا، هي مش توفير، إنما هي بتاخد وقت أطول، مفيش توفير، إنما هي في ضبط معاد الخروج الغنم بس لو حبيت أخرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحيوانات الزعافة التي تهدد خطر على الغنم كالفئران واللافية، وكيف استبعد لتفادي نستعد لتفادي ذلك؟ علم بأن الشبابيك الحظيرة الأولية مفتوحة وممكن دخول مثل هذه القوارض. أكتر حاجة أنا عندي في المزرعة هي الفئران، القوارض دي أكتر حاجة مؤذية، بتدخل في مخازن العلف بتقطع شكاير العلف وتاكل في العلف وتعمل فضلاتها في العلف، بتزفر العلف وتنقل الأمراض بتاعتها كلها في العلف. أكتر حاجة عندي مشكلة هي القوارض الفئران. إزاي تتخلص منها؟ المخزن بتاعك، مخزن العلف، مش خلينا من الزريبة، الحظيرة إن المزرعة اللي أنت بترمي فيها العلف بترمي في المعالف فقط لا غير، الغنم بترمي لها، حاول ما ترميش بالليل، ما يعني مش ما ترميش بالليل، ترمي علف عادي، الغنم بتاكل وبتخلص العلف في خلال ساعة من ما بترمي العلف، فما فيش مشكلة، بتأثرش على المعالف قد كده، يعني تأثيرها ضعيف من ناحية مكان الغنم، إنما التأثير بتاعه في مخزن العلف بتدمر العلف وبتبهدل العلف، بالذات لو مخازن كبيرة ومعاك مخزون مثلا 3-4 شهور. لا، فالأفضل عشان تتخلص من القوارض المكان مبني خرسانة كويس، متقفل كويس، سقف، وفي شبابيك تهوية طبعا عشان المخزن ما ينفعش فيه الكاميرا المفولة، فيه تهوية، ولكن لازم من السلك، السلك على كل الشبابيك، الأسلاك اللي هي بتمنع دخول، إن بتمنع دخول الناموس والدبان، وتمنع دخول القوارض والفرق، وتمنع دخول أي حاجة. فالسلك على المنافذ الشبابيك ده ضروري، والباب يكون محكم الغلق مقفول من تحت، ما يكونش فيه تحتيه مرفوع عن الأرض بحيث ما يدخلش الفئران من تحت. دي أكتر آفة الصراحة حتى المزارع العالمية بتعاني منها، يعني هي الفئران بتعشش في مكان بتغزو. وكيف ممكن اعرف باكر ان النعجة ماسكة عشر من غير سونار؟ لو انت بتراعي غنمك صبح وليل، يعني على طول متواجد معاهم، النعجة اول ما بتصرف وبينط عليها الكبش قدامك وشفتها، وفات عليها شهر او شهر ونص ما لاحظتش عليها انها صرفت تاني خالص، ما وقفتش للكبش، ان شاء الله دي علامة على انها باذن الله 90% ماسكت عشر ان شاء الله. طبعا يا ساعات بتصرف بالليل، بس وقت الصرفة بتاعها بتخلصش في ساعة واحدة، ممكن تاخد 3-4 ساعات، 5-6 ساعات، يعني ان شاء الله هتشوفها باذن الله، هيجي لك وقت هتشوفها، وهي لما تكون تمر في مرحلة الحناية او الصرف ان هي بتطلب الذكر. هي بتبان اكتر في المعيز، لان المعيز المعزة لما بتصرف وبينط على الذكر بتبان من ورا شكلها عامل ازاي، بتبقى ديلها الشعر بتاعها في حاجات كده افرازات لزجة شبكة وبتلم وساخة، فبتبقى واضحة في المعزة عن النعجة. ولكن برضك لو ما شفتهاش قلت لك دي احتمال كبير تكون مسكت عشر. لتجنب نقص النحاس ما افضل علفة تنصح بها؟ والله عندنا هي انا اسمع نقص النحاس ده بيحصل كتير في دول الخليج العربي، الناس اللي بتعتمد على المراعي اراضي فقيرة في النحاس. افضل حاجة انك انت تضيف الفيتامينات والاملاح بتاعتك، الاملاح بتاعتك، مهم الاملاح هي فيها النحاس مش العلفة، الاضافات، تهتم بالاضافات بغض النظر عن نوع العلفة ايه، تهتم بالاضافات اللي هي الاملاح. الاملاح هتلاقي موجود فيها عنصر النحاس والحديد والمنجنيز والكوبالت والسيلينيوم، فيها جميع العناصر، والمنجنيز فيها طبعا الفسفور والكالسيوم،
في كل حاجة المفروض في الأملاح، وتحط قوالب لحس، قوالب أملاح دي كده تحافظ، تبقى أنت مطمن إن الغنم واخدة احتياجاتها من الأملاح ومن ضمنها النحاس. كم نسبة اللحم الصافي بالغنم عند الذبح بشكل تقريبي؟ 50%. 50% الخروف السمين اللي هو المعلوف التخين، أما الخروف العظم لا ما بيندبحش أصلا، ما بيصفيش 50%، ولكن بنتكلم على خروف معلوف كويس ظهره مليان بيصفي كام نسبة الدب؟ بيصفي 50% لو هو خروف برقي، 50% بدون الكبدة سمين خروف تخين. يعني لو هو 50 كيلو حي بيصفي 25 كيلو باللية بالخروف لحم واللية فقط لغير بدون الكبدة. اللية بتاعته ما بتتجاوزش الكيلو لو هو برقي، برقي حر كيلو كيلو ونص 2 كيلو كحد أقصى لو برقي حر، ما تزيدش عن كده أبدا، هي المفروض من كيلو كيلو ونص في الحدود دي كده. يبقى يصبح الخروف 50 كيلو بيصفي 25 كيلو لحم باللية من غير الكبدة، أما بالكبدة بيصفي حوالي 55%، يعني ممكن يصفي له 27 كيلو 28 كيلو بالكبدة واللية. أما الخروف البلدي اللي هي بتاعته ممكن توصل 7-8 كيلو 9 كيلو 10 كيلو، طب يعني الخمسين كيلو ممكن توصل ليته 5 كيلو 6 كيلو، فبيصفي 60-61-62% الخروف البلدي اللي هو ليته كبيرة بالكبدة واللية. وإذا عندك معرفة كجزار كيف يحسب نسبة أرباحه؟ أنا مش فاهم سؤالك يا أخي محمد، إزاي يحسب نسبة أرباحه؟ أنا مش فاهم، بس أنا أقدر أقول لك سعر الكيلو المفروض يبقى كام، لأن هو المربوط به سعر السوق، مش هو يحسب أرباحه إزاي، يحسب أرباحه على سعر السوق، يحط إزاي السعر. بالنسبة للغنم البري عندنا مثلا الكيلو حاليا بستين جنيه جملة، الغنم اللحم 60 جنيه جملة، الخروف سعر الكيلو زباعه ب120 يعتبر خسران، 60 جنيه حي لو باعه ب120 جنيه خسران، المفروض تضرب سعر الكيلو الحي في 2 وتزود عليه على الأقل 10 جنيه. بمعنى الخروف 60 كيلو 50 كيلو مثلا ب3000 هيصفي 25 كيلو، 25 كيلو لحم لو بعته ب120 جنيه يبقى انت كده جبت تمنه، ب120 جنيه يبقى انت كده جبت تمنه، 25 كيلو في 120 جنيه هيعمل لك تقريبا 3000 صح؟ ما هو ده 60 في 120 تمام، 25 في 120 هيعمل لك 3000 مظبوط. لو بعته ب 120 يبقى انت خسر، لازم تضيف على الاقل 10 جنيه فوق ضعف سعر الكيلو حي، يعني ب 60 يبقى في 2 ب 120 وتضيف عليهم 10 جنيه يبقى ب 130 جنيه هيطلع لك في الخروف 250 جنيه وسيب الكبدة تعتبر أجرة الجزار، أجرة الذبح يعني. طبعا الخروف المفروض ما يقعدش معاك أكتر من يوم المفروض يعني. دي طريقة سريعة لحساب يعني إزاي تبيع سعر الكيلو بكام. تمام كده ده خلصنا السؤال. متى أعرف أن سعر العلف أصبح أغلى من نسبة التحويل ولا فائدة من التسمين؟ أنت عاوز تحطها في معادلة، بمعنى يعني الخروف حاليا كيلو بستين 4.5، ما أنت لو عاوز تحطها في معادلة عامة عشان يزيد اللحم يزيد معاه سعر العلف، قلنا 4.5 على 60 هنربط بسعر الكيلو العلف. ده هحسبها لك ازاي انا، ده معامل يعتبر سعر العلفة مقارنة بسعر الكيلو اللحم، يعني المفروض ما يزيدش عن كده. 75 بالالف دي النسبة تقسم، هو المفروض حاليا سعر كيلو العلف لا يتجاوز 4.5 جنيه، الكلام طبعا ممكن يوصل 5 جنيه بتكسب، بس يبقى انت جزء من المكسب رايح في سعر العلف الزيادة، بس انا افتكر المفروض السعر ما يزيدش عن 4.5، وسعر كيلو اللحم 60 جنيه كيلو قايم، يعني مفروض النسبة دي ما تزيدش عن 75 من 1000، زادت يبقى تعرف ان السعر غالي، ناصط يبقى العلف رخيص والسعر اللحمة غالية. يعني دي كنسبة المفروض، يعني انا بربطها لك على السعر حاليا، انا كنت عاوز اعمل معادلة بحيث تحط فيها سعر اللحمة فقط لا غير، ودي ان شاء الله بحاول اعملها يعني ان شاء الله اظبطها، يبقى تعملها في اي دولة في العالم، يعني سعر
مربوط بسعر كيلو اللحم. وطبعا سعر كيلو اللحم عندنا 60 جنيه الخروف، يعني القايم، خروف قايم مش اللحم، 60 جنيه تقريبا البرقي جملة. فانا كنت عاوز اربطها بسعر كيلو اللحم، تحط جميع المعادلات مرتبطة بسعر، لان هو كله مرتبط بسعر البيع. سعر البيع 60 تحطها، تعرف سعر العلف المفروض يبقى كام، وتعرف سعر الشراء كمان، شراء الخروف المفروض يبقى كام. هنحاول نعمل بيها معادلة بإذن الله. حاليا أكتر من 4.5 يعتبر غالي. طبعا هو غالي، طبعا الضرر الوحدة النهاردة ب5.5، فهو غالي أصلا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي معزة تحجر درعها بعد يومين من الولادة، اليوم الثاني من الولادة حلبنا البيه، ثالث يوم بقت جلسة وارتفعت درجة حرارتها وتحجر درعها، والآن لا تقوم. جبنا لها البيطرة لكن لم تقم، وكل يوم أحلب منها قطرات حليب عادية. ماذا نفعل؟ أنتظر أجيبها في أقرب وقت. يا أخ حازم، ارجع في فيديو في القناة قديم من حوالي سنتين أو سنة ونص، معزة حمراء وكانت والدة اتنين بيض وراها، اتنين لونهم أبيض خريط بور. المعزة دي اللي حلت تحت كده هي دي ظهرت تاني يوم من الولادة، اللبن تمام. انت ذكرت بتحلب منها حليب، الحليب طبيعي بينزل قطرات لبن، بينزل فعلا. الحالة دي بيحصل ورم، كيس اللبن ما بيختفي، يصبح الضرع من فوق اللي هو الجزء اللحمي مع كيس اللبن كله كتلة لحمية، بيحصل عملية تلحم، بتبقى كأنها لحمة كلها، كيس اللبن بيختفي. تيجي تحلبها ما تعرفش تحلبها، تنزل نقط لبن كده بس. بس اهم حاجه اللبن سليم، مفيش فيه اي تغيرات في اللون، مفيش فيه اي تكتلات، مفيش فيه اي روايح، اللبن طبيعي. دي اهم حاجه. العلاج بتاعها بسيط جدا وانا استخدمته، وارجع للفيديو هتشوف قبل وبعد العلاج، وتعالجت معايا 100% حاله عمليه فقط لا غير. اهتم اهم حاجه بدهان مرهم اليود، مرهم اسود بتاع الضرع. لازم تدهن الضرع بالكامل كل يوم، تدهن الضرع بالكامل مرهم يود، مرهم ضرع، هو بيبقى لونه اسود، هو معاه يود ومعاه تركيبه تانية، بس ممكن تجيب اليود فقط لا غير. تدهن يوميا الضرع يود، وتحقن كل يوم المعزه لو هي وزنها مثلا، يعني وزنها مثلا 30 كيلو، تحقنها 3 سنتي لكل 10 كيلو من وزن المعزه، بنسلين كل يوم. يعني لو هي وزنها 30 كيلو هتديها 3 سنتي بنسلين عضل 3 ايام او 4 ايام ورا بعض، 3 ايام او 4 ايام. ان شاء الله في خلال اليوم الثالث الرابع بتلاقي الضرع رجع لحالته الطبيعيه 100%، ان شاء الله. دي حاله جات لي شخصيا وجربتها وعامل عليها فيديوين، فيديو قبل العلاج ووريت الادويه، وفيديو الثاني بعد العلاج. ارجع للقناه التهاب الضرع في المعز، في ثلاث فيديوهات، في فيديو التهاب الضرع كان في معزه فيها خراج في الضرع، دي معزه صمرة. اما في معزه تاني في الفيديو برضك التهاب الضرع في المعز والاغنام، دي معزه حمراء. ارجع للفيديو المعزه الحمراء هتشوف نفس الحاله اللي انت بتذكرها. ما هو الفرق بين اعراض نقص النحاس ونقص الكالسيوم؟ يا اخ موسى، يعني انا بالنسبه يعني يا ريت السؤال يكون على حاجة ما تكونش موجودة في النت، يعني حاجة ما تكونش موجودة في النت، أو حاجة كنت أنا استخدمتها شخصيا. يعني أنت لو كتبت في النت أعراض نقص النحاس وأعراض نقص الكالسيوم، دي ده كلام نظري هيجي لك مباشرة. يعني معلش يا أخ موسى، أنت تعب نفسك دقيقة واكتب في الجوجل أعراض نقص النحاس وأعراض نقص الكالسيوم في الأغنام، هتجي لك بالتفاصيل. ده منهج نظري، منهج نظري. انا بحاول قدر المستطاع يعني عنده سؤال ما يكونش موجود يعني في النت، او هيلاقيه بصعوبه اكتب سؤالك. انا للاسف عرض نقص النحاس، انا ذكرت قبل كده جاني سؤال بالطريقه دي، وقلت عرض نقص النحاس بتتشابه مع عرض نقص الكالسيوم في الترنح، ده اللي انا فاكره. يعني بيحصل ترنح، بيحصل صعوبه في الحركه، ده عرض نقص النحاس وكذلك عرض نقص الكالسيوم. الاعراض الباقيه للاسف، وذكرت برضك اللي ذكر السؤال قبل كده، يكتب في الجوجل اعراض نقص النحاس هتجيله بالتفصيل. السلام عليكم يا منصة الرحمن ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز اسالك على الخصي بطاريه الكهرباء والضواغط البلاستيك، وعاوز اعرف امتى يبدا الخروف يبقى ضروبه، يعني البلوغ الجنسي عند الذكر والنعجه، وشكرا. البلوغ الجنسي عند الذكر المفروض ما يقلش عن سنه يعني، عشان يكون كويس بالذات في الخرفان، عشان يبقى عنده خبره في الضروبه يعني، ويعرف يتمكن من النعجه كويس. عمر سنه،
10 قبل السنة 10، بس هو ما حدش بيدخل خروف أقل من سنة يعملوا طلوقة. والنعجة حوالي 9 شهور 10 شهور. أما بالنسبة للخصي أنا مش فاهم إيه سؤالك. هو فعلا في طريق خصي بالكهرباء وصعق بالكهرباء، وفي صعق وفي بالأستك الضواغط المطاطية بتبقى بتدخلها أعلى الخصية بحيث تمنع مرور الدم من الخصية، بتاخد وقت والخصية تضمر وتموت الخصية، وده طريقة من طرق الخصي. وفي الطريقة الثالثة اللي هي بالقطع اللي هي معروفة الطريقة القديمة بإزالة الخصية مباشرة. طب حضرتك أنا عاوز أكلمك بخصوص مزرعة، ممكن تكلمني؟ وللأسف يا أخ العظمة لله خد الرقم دي 012-738-3982 عندك اي سؤال اي حاجة تفضل ان شاء الله. لو سمحت ابننا اجيب اسفنجات المبالية اللي شبه الاغنام والمعز. انا مش عارف مكانك فين. اول حاجة اخ كريم لو انت في اسكندرية في واحد اسمه دكتور محمد في حوض عشرة بس مش عارف، وكان عرض عليك هو الدكتور ده كان بيجي يجس الاغنام يجس المعز عندي يعني، فكان بيعرض عليا الموضوع ده بس انا اضطر بستخدموش، فانا للاسف يعني بتجيبه من اي مكان بطر دكتور بطري معروف، لكن انا مش عارف مكانك فين. تمام كده ان شاء الله خلصنا الاسئله النهارده، طولت شويه بس مش مشكله ان شاء الله تكون بفايده. في النهايه طبعا لو عندك اي سؤال اكتبه في اسفل الفيديو الجديد ان شاء الله النهارده اللي هو فيديو رقم 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.